بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حنتكلم عن الميكوزال بروتكشن. الميكوزال بروتكشن في الجت. الميكوزال بروتكشن في الجت يا جماعة الخير، أول شيء إنه نحتاج نعرف إنه الجت بشكل عام يصير فيها الهضم، تمام، زي ما يعرفوا الأبزوربشن وما إلى ذلك. في نفس الوقت حتكون فيها أسيدتي عالية جدا، فنحتاج نحميها. بس طيب إيش الدامجينج فاكتور؟ الدامجينج فاكتور اي شيء ممكن يضرها، كيميكلز، دايجستيف انزيمز، عندكم اللي هو الانفكشن ايجنتس، انفكشس ايجنتس، الاسكيميك، السايكولوجيكال ستريسر وما الى ذلك. طيب الجاسترونت الجي اي تي ينقسم اربع اقسام اساسيه: ميوكوزا اللي هو يعني الانر موست لاير وفيها اربع طبقات بنتكلمها بتفصيل، السب ميوكوزا. السب ميوكوزا هي الطبقه اللي تحت الميوكوزا وحيكون فيها بلاد فيسلز، الليمفاتكس، والسب ميوكوزا بلكسز، والاول اسمها اللي هو بلكسز اوف ميزنر. بعدين عندك المسكلاريس اللي هي عضلتين، عضلة سيركلر جوا وعضلة يمتدوة لبرا. هذه بين العضلتين حيكون عندنا المينتريك بلكسس، تتحكم في العضلات اللي جوا. بعدين عندكم السيروسا، السيروسا الأوتر مسلاير اللي هو نعرفها اللي هو البروتينيوم. طيب الميكوزا في دقات قلنا أربع طبقات، إيش أربع طبقات بالمنطق؟ أول طبقة حتكون الإبيثيليوم. الإبيثيليوم حيفرز، الإبيثيليوم إيش لما نجي نفكر في السيلز، السيلز حتفرز لك الفرازات، حتحكم اللي هو في الأشياء اللي تدخل اللي تخرج وما إلى ذلك. عشان كده يقول لك هي تشتغل كفيزيكال بارير، هوميوستاسيس، سيكريشن، دايجستين، والإميون سيستم. ليش الإميون سيستم؟ لأنه في بعض الخلايا من الخلايا الموجودة هي عبارة عن خلايا متخصصة في الإميونيتي، تمام، تأخذ الانتيجين او تاخذ اللي هو الميكروب وتعرضه على انتيجين بريزنتنج سيلز مثلا. طيب عندكم البيسمنت ممبرين تحت ايبيثيليوم، حيكون في بيسمنت ممبرين على طول، والبيسمنت ممبرين هذه فائدتها انها تعطيك بوردر وتثبت الايبيثيليوم وما الى ذلك. اللامينا بروبريا اللي هو كونكتيف تيجو تحت البيسمنت ممبرين حيكون في كل الاشياء اللي نحتاجها، الليمفاتكس، بلاد فيسلز، المالت هو نوع من انواع اللي هو شو اسمه الاميونيتي، الاي جي اي لانه المين اي جي اللي هو ميونوجلوبين الموجود في المعده حيكون الاي جي اي، تمام. طيب وعندك مسكلاريس ميوكوزا اللي هي سمود مسلز موجوده برا. طيب الان الميوكوزا بروتكشن ان جت، الميوكوزا بروتكشن ان جت يا جماعه الخير، الان هذه الميوكوزا اربع طبقات هي حتكون فاصله بين اللومن وبين البلد، فعشان كذا نسميها ايش؟ نسميها لومن بلد بارير، اوكي. طبعا هذه اللومن بلد بارير ايش تتحكم؟ تتحكم في الاشياء اللي تدخل، تتحكم في الاشياء اللي تخرج، تتحكم في اللي هو الميكروبال لود، يعني تخلي بس اللي هو جزء محدد من الميكروبز موجود وما الى ذلك. في طبعا تنقسم الانترنزيك واكسترنزيك كومبوننت. ايش الانترنزيك؟ انترنزيك يعني شيء موجود جوا، فهو الخلايا بشكل عام، هو سنجل لاير اوف ابيثيليوم مع تايت جنكشن. هذه السيلز حتفرز الافرازات، حتتحكم في الاميونيتي، حتسوي كل شيء. الاكسترنزيك بارير هي اصلا مهي شيء يعني فيزيكال بارت، لكنه هو شيء طالع من الانترنزيك، مثلا زي الميوكس، زي الانتي بوديز، ايا كانت الاشياء تطلع من السنجل لاير هذه هي تعتبر اكسترنزيك. طيب الميوكوزال بروتكشن ان ذا جت، الميوكوزال بروتكشن ان ذا جت عندك الجي اي تي ديفنسز ميكانيزمز، عندك اللي هو جي اي تي ديفنسز، عندك بي ابيثيليوم، ابيثيليوم، سب ابيثيليوم، بنتكلم عنها بالتفصيل تحت. طيب اول شيء البري ابيثيليوم، البري ابيثيليوم يا جماعه الخير والعافيه حيكون ايش؟ حيكون اللي هو فوق الخلايا، تمام، فوق الخلايا قبل ما تخش الخليه، تمام. كل الخلايا لايند عن طريق اللي هو عندنا طبقة واحدة، يعني هنا الخلايا، تمام، حتكون مغطاة هذه الخلايا بطبقة فوق، هذه الطبقة ايش اسمها؟ ميوكس، تمام، ميوكس. هذا الميوكس مكون من ايش؟ من ووتر، واللي هو ميوكس جلايكوبروتينز او اللي هو ميوكن 2، تمام. ايش فائدته هذا؟ اللي هو هذا زي ما قلت لكم هو فوق الخلية، forms firmly adherent protective gel layer over the luminal surface. فانت ما في اي بكتيريا، مثلا تخيل الحين عندك خلايا، تمام، وفوقها زي الجل لاير، الجل لاير اللي هو الدبقة تكون مثلا، فانت الان نفس البكتيريا ما حتقدر تخش بسهولة، ما حتقدر تخش بسهولة ابدا، وما في اي مواد حتقدر تخش بسهولة وتنزل الى تحت. طيب provide defense against الميكانيكال دامج، اسيد، بيبسين، وكل هذه الاشياء. ليه؟ قلت لكم هي طبقة يعني ايش؟ adherent protective gel، فمستحيل كل شيء يخش الى تحت. طبعا جت مايكروباتا حتكون زي ما قلنا، هي اصلا ترى الطبقه زي كذا، حتكون في فيرم في البدايه، بعدين تكون لوز، وخلال بتوين هذه الاشياء حتنمو البكتيريا، الميكروبات اللي الموجوده موجوده في الجسم، وحتنمو. فلما تنمو وتكبر حتسوي زي اللي شو اسمه الكلونز، تمام، الكولونيز، الكولونيز يقول لك كونتريبيوت تو ذا ثيكنينج اند فلوريشينج اوف ذا ميوكوزا لاير، فهي يعني تخلي الميوكوزا لاير اكبر وتخليه يعني اكثر مناعه، تمام. وطبعا هي بتحكم في هذه البكتيريا بحيث انها ما تصير لها اوفر جروث اللي هو النورمال فلورا.
طب ايش فائده هذه النورو فلورا اصلا؟ هذه لها فوائد جدا كثيره. من الفوائد انها هي بتستوطن هذه الطبقه اللي تحت. لما تستوطنها ايش حيصير؟ حيصير انت الحين لما تيجي بكتيريا باثوجينيك، اول شيء انها ما حتلقى الاكل، تمام؟ ما حتلاقي المايكرو نيوتريشنت، ما حتلاقي اللي هو الكربون سورسز، تمام؟ بسبب انه هذه ما اخذتها عليها. نقطه ثانيه حنلاقي انه مثلا هذه اوريدي قلت لكم ادهيجن وسوت كلونيز هنا في هذه المنطقه، فلما سوت هذا الشيء منعت البكتيريا الثانيه انها تنزل. بالاضافه ان هذه اصلا تسوي لنا فيتامينات مهمه، عشان كذا نلاحظ انهم متبرايزنج بايلاسز في سينثيز اوف فيتامين بي وفيتامين كي، تسوي فيرمنتيشن ليش مثلا الفايبر الى شورت فاتي اسيد فيصير الابزوربشن. وقلت لكم اهم نقطه انها بروتكشن اجينست باثوجنز اللي هو كولونايزيشن ريزيستنس، تعطيك الكومبيتيشن سبورت بثير البارير انتجريتي زي ما شفنا فوق، سكريشن اوف انتي ميكروبال برودكت وما الى ذلك. طيب ميني اميون ميدييتد ديزيز ار لينكد تو اللي هو النورمال فلورا هذه. ليه؟ لانه مثلا لو هجمت علينا او ضايفت مناعه عندك ممكن هذه البكتيريا تكسر اوفر جروث في النهايه تهجم عليك. طيب عندك خلصنا من اللي هو الميوكس جيل لاير. الان عندنا شيء ثاني اللي هو ايش؟ لاير كونتيننج بايكربونات. هذه اللاير ايش حتكون قبل الخليه، يعني عندكم الان زي كذا شوفوا عندكم هنا هذا حيكون الميوكس لاير مثلا فوق، تمام؟ وهي حتكون كذا طبقه قبل الخليه. ايش حتكون؟ حتكون هذه الطبقه من البايكربونات. ليش تكون من البايكربونات؟ لانه الخلايا هذه ما تتحمل الاسيد، عشان كذا يقول لك هي زي ما قلنا بتوين ذا ميوكس جيل لاير والابيكال سيرفيس اوف ذا ميوكوزال سيلز، ايش في لاير فيها بايكربونات. طيب بايكربونات حيفرز في الجاس الكنتستينا ميوكوزا، اوكي اوكي، حيفرز في شو اسمه الجاس ولا الانتستينا ميوكوزا عن طريق السكريتنج سيلز ايا كانت السيلز. فالبي اتش اللي يكون قريب من الخليه حيكون متوازن، عكس البي اتش البعيد عن الخليه اللي حيكون ايش؟ حيكون نازل وحيكون اسيدك. طيب البايكربونات مع الميوكس ايش اسمهم؟ اسمهم ميوكس بايكربونات جيل اور بارير، وهذه اللي تكون معظم البريبثيليال ديفنس. طبعا عندكم نوع من انواع البكتيريا اللي هو اتش بايلوري. الاتش بايلوري عندها يورييزز. ايش فائده اليورييزز هذه؟ يا جماعة الخير، فائدة اليوريزز انها تاخذ اليوريا مع الووتر، تمام؟ وهذا الشيء موجودة في المعدة، وتحولهم الى NH3 وكربون. فلما الـ NH3 ايش تستخدمه؟ تستخدمه انها تحوط بها نفسها، تمام؟ فلما تحوط نفسها بالـ NH3 تقلل اللي هو الاسيديتي حقت في المنطقة المحيطة بها، فتقدر تعيش. فهذه ميزة الـ H بايلوري، عشان كذا H بايلوري ممكن تقدر تخش وتسوي لك انفكشن. طيب سيرفس فوسفوليبيد عندك اللي هو فوق الميوكس لاير، فوق الميوكس جيل حنلاقي بس طبقه واحده من الفوسفوليبيد. ليه؟ لانه الاسيد والووتر هذه كلها هيدروفيليك، فلو حطينا طبقه من الهيدروفوبيك، تمام، طبقه هيدروفوبيك، مستحيل هذه الاسيد وهذه الاشياء انها تخش من الهيدروفيليك، تخش عن طريقها لان هي هيدروفيليك مولكيولز، فمستحيل تخش من هيدروفوبيك لاير. طيب عندكم اللي هو الان ابيثيليال وليس بري ابيثيليال، الابيثيليال اللي بعدها حتكون عندك ابيكال باير فوسفوليبيد زي ما قلت لكم. عندك اللي هو الان الخلايا، نعرف ان الخليه بطبيعتها اي خليه في الحياه حولها فوسفوليبيد، تمام؟ فذا بريزنس اوف فوسفوليبيد باي لاير ايش يمنع الاسيد وهذه الاشياء انها تخش، او باختصار بشكل عام الهيدروفوبيك مولكيولز انها تخش، بس ببساطه. عندك الميوكد كاب، هذا الكاب في الغالب مو شيء طبيعي، هو شيء يصير لما يصير دمج، لما يصير دمج للخلايا. عندنا فرض هذه الخلايا، تمام، اوكي، مثلا صار دمج في هذه المنطقه، اوكي، ايش اللي حيصير؟ اللي حيصير يا جماعه الخير والعافيه انه الخلايا الميته والاشياء حتسوي زي الكاب هنا، فمستحيل صعب على الاسيد انه يخش او الاشياء انها تخش من هنا. وهذه اصلا طبقه بروفايد يعني زي ما تقول انفايرمنت كويس للخلايا انها تسيلها بروفيليريشن. فبس باختصار انه هي طبقه زي كذا من ايش؟ من الاشياء الميته، كومبوز اوف ميوكس، البقايا السيلز والفايبرين والاذر انديفايد كونستيتوس ذات اير ايش؟ كونستيتوينت اوف فورمد افتر ميكوزال دامج، بعد الميكوزال دامج. ات بروفايد ايش؟ بارير يمنع دخول الاسيد او خروجه زي ما قلت لكم. كونتينوس لاير اوف سيرفيس ابيثيليال سيلز اللي هو فورمز فيزيكال كيميكال اميولوجيكال بارير، هذه اللي يتكلم عن السيلز الان، السيلز نفسها تكون فيزيكال. ليه؟ لانها سيلز موجوده فصعب تخش الاسيد قبل ما تخترقها. كيميكال لانه قلت لكم هي تفرز بايكربونات. اميولوجيكال لانه قلت لكم في بعض السيلز اصلا اختصاصها اميون سيستم، تمام.
السيلز اللي تفرز الميوكس والبايكربونات وهذه الأشياء في الغالب, وتفرز الأشياء اللي تحمي الابيثيليا السيلز في الغالب, هي تكون أصلاً بذاتها أسيد ريزيستنس, أنه أنت مستحيل تحمي نفسك تحمي غيرك إذا ما قدرت تحمي نفسك. فهي إيش؟ هي جنرالي أر أسيد ريزيستنس, فهذه بما أنها أسيد ريزيستنس تفرز هذه الأشياء. طبعاً عندنا نيو أندوكراين سيلز في المعدة تفرز هرمونات مختلفة ممكن تنظم الأسيد, تقلل الأسيد, تزيد البايكربونات وما إلى ذلك. طيب عندنا الجوبلت سيل, هي اللي تفرز شو اسمه الجوبلت سيلز هي اللي تفرز شو يسمونه شو يسمونه الميوكس في الوين في الانتستينال لاير. فعندك الجاستريك ابيثيليال سيلز, هذه كل السيلز موجودة هنا, أهم شيء اللي هو ميوكس نيكس سيلز في هذا الليكتشر, فتفرز الميوكس والبايكربونات. طيب انتستنا الابيثيليوم سيلز في خلايا كثيرة, قلت لكم جوبلت سيلز هي تفرز الميوكنز, فهي اللي تعطيك الطبقة هذه الميوكس. نيوروندوكراين سيلز زي ما قلنا في المعدة, نيوروندوكراين سيلز هي أصلا بذاتها تفرز هرمونات تنظم عمليات اللي هو الـ HCL والـ H بشكل عام. طيب انتيروسايتس, الانتيروسايت فايدتها اللي هو زي ما قلت لكم, وقلت لكم الخلايا فيها immunological part, فهي act as antigen presenting cells وregulated T cells. الام سيلز كمان اميون, هي membranous cells, ام membranous, فايدتها انها عندها IgA receptor, ال IgA receptor ياخذ البكتيريا ويدخلها جوا ويوديها وين في الانتستين, عندنا ايش البايرز باتش, فمهمة شيء مهم للمناعة. البينيث سيلز وظيفتها الأساسية بشكل عام regulation normal flora, لازم تحافظ على normal flora وتوازنها, إذا ما حافظت على توازنها بيصير خلل وبيصير عندنا إيش أمراض مختلفة زي إيش زي مثلا IBD. طيب بالإضافة أنها تسوي تفرز الألفا, فبما أنها تنظم النورمال flora فأكيد أنها تفرز الألفا defensive والأنتيميكروبال agents, تمام, اللي تحاول تقتل البكتيريا أو تضعفها. تفرز protective enzymes, قلت لكم للحماية. سيكريتس اللي هو تروفيك فاكتورز فور ستيم سيلز, واخر شيء قلت لكم كي رول ان استابليش اند مينتين انتستينال مايكروبيوتا, تمام. طيب جاستريك ميكوزا ديفنس ميكانيزم, قلنا الحين احنا تكلمنا عن الخلايا, تمام, بسفون باي هاي ريزيستنس ميوكس سيلز تكلمنا عنها, بقينا التايت جنكشن. التايت جنكشن هي بين الخلايا نفسها, لانه صح الخلايا محميه بس بين الخلايا ممكن شيء يدخل, فقلنا لا بين الخلايا حنحط عندنا اشياء كثير, زي مثلا عندنا ايش التايت جنكشن, التايت جنكشن مربوطة مع بعض. عندكم الأدهيرنت جنكشن اللي هو الأكتين بندلز مربوطة مع بعض. الديسموسومز اللي هو الفيلمنت نفسها مدموجة مع بعض. عندكم الجاب جنكشن اللي هو توصل بين خلية وخلية. وعندكم الهيميديسموسومز اللي تربطها مع الطبقة أو البيز ممبرين اللي تحتها بس. وهذا الكومبو كله يعني تقريبا اسمه إيش؟ جنكشنال كومبلكس. جنكشنال كومبلكس include جاب جنكشنز, أدهيرنت جنكشنز, and ديسموسومز. طيب ابيثيليال ديفنسيف ميكانيزم, عندنا كمان الاشياء اللي تفرزها السيلز, اشياء تفرزها السيلز كثيره. عندنا اول شيء البروستاجلاندين. البروستاجلاندين يا جماعه الخير كيف يصير؟ عندنا الاركودينيك اسيد, الاركودينيك اسيد يجي اللي هو الكوكس 1, كوكس 1 يحوله الى ايش بروستاجلاندين باختصار. طيب ايش فائده البروستاجلاندين؟ عنده اكثر من فائده, منها انه لما يتفاعل البروستاجلاندين حيزيد الايش ستيموليت الميوكس اند بايكربونات ويقلل الاسيد, هذه كلها منطقيه. increase the blood flow, ليه؟ لأنه لما يزيد blood flow حيقدر يزيد وصول HCO3 للخلية, فالخلية تقدر تتحكم أنه تنزل الأسيديتي حقة المعدة بشكل سريع. improve اللي هو restitutions of epithelial, هذا بنتكلم عنها بالتفصيل في النهاية. طيب inhibition, أي شيء يسوي inhibit للكوكس 1 زي مثلا الإنسعيد حتسوي reduce الجاستريك بروستاجلاندين وبالضرورة تؤدي إلى ألسر, عشان كذا دائما الإنسعيد حتكون إيش من السايد افكت حقتها إيش ألسرز. طيب عندكم الجروث فاكتورز, الجروث فاكتور من اسمها تحفز على الإيش epithelial cell proliferation ورينيول, تمام. وعندنا كمان وظيفة ثانية TGF ألفا إنه يشتغل against the acid and aspirin induced injury. TFFs هذه فائدتها هي عبارة عن small proteins تمنع إيش البروتولايتك destruction باختصار يعني, فقط هذه وظيفتها. فوظيفتها هذه إيش تؤدي بعدين زي ما قلنا, عندها وظائف مختلفة قريبة من البروستاجلاندين, مثلا increase blood flow عشان تزيد اللي هو الأشياء اللي توصل للخلية, restitution اللي هو process, migration of cells والrepair, تمام. تقريبا هي تساعد على كمان نمو الخلايا, يعني هي تفرز مع الجروث فاكتور, هي والجروث فاكتور يفرزون إذا صار فيه دمج لأنها يساعدون على الريبير.
epithelial defense mechanism عندنا اللي هو الهيت شوك بروتين. هذه الهيت شوك بروتين زي فائدتها الان لما تعرض للستريسر سواء سكيميا سواء اللي هو اي كان الستريسر اللي يجيك اللي حيصير انه هذا حيؤدي للهيت وهذا الهيت يؤدي ايش او الهيت او الهامفول سبستنس تؤدي لايش تؤدي ان البروتين تتفكك تمام. هي احنا نعرف ان البروتين لازم يصير لها يعني ترابط محدد عشان تعطيك الشكل المحدد والفانكشن المحدده فالان حتتفكك. فيجي هذا اللي هو طويل العمر اللي هو اسمها هيت شوك بروتينز يعني هي تتحكم في الهيت شوك اللي صايره تمام. ايش حتسوي تقول تعال وتسوي وترتبه وترجع زي ما كان. فلما ترجع زي ما كان تمنع مشاكل كثير. عشان كذا يقول لك هنا الفاميلي اوف بروتين 70 و90 ايش فائدتها اللي هو تفرز مع ستريس تمام انكريز تمبريتشر اوكسيديتيف ستريس سايتوتوكسيك ايجنتس. لاحظ ان هذه كل الاشياء تؤدي ان تخلي البروتين يتفكك. فبروفايد سيلر بروتكشن اللي هو ديجريدينج ديناتشر بروتينز تمام فتسوي انهبيشن للابتوسس وتمنع البرونفلمنتري سايتوكاينز. انتي اوكسيديتيف ميكانيزم بشكل عام لما لو صار عندك لو كان عندك اي اوكسيدنت ايش هي الاوكسيدنت اشياء كثيره من ضمنها مثلا الانسايد الاوكود الايثانول ايش بار انفكشن حتؤدي في النهايه للضرر كمثال مثلا اسكيميا او ريبرفيوجن انجري. هذا الانجري بشكل عام حتخلق ستريس او تصنع ستريس. هذا الستريس بيؤدي في النهايه لايش الى وجود رياكتيف اوكسجين سبيشيز ونعرف ان هذه الاشياء ما هي كويسه وحتسبب لك مشاكل. عشان كذا عندنا اشياء انتي اوكسيدنت حتى فيها مثلا يقول لك بعض الاطعمه فيها انتي اوكسيدنت ركز عليها كلها زي مثلا السوبروكسيد ديسموتيز. هذا فائدته ايش انه يعاكس اللي هو شغل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز يمنعها تمام. ليه؟ لانه الرياكتيف هذه اذا ما منعتها حتسوي انفلاميشن. لما تسوي انفلاميشن حتسوي مشاكل لك كثير. طبعا من الاشياء اللي تساعد على هذا الميلاتونين يسوي انديوس الانتي اوكسيدنت انزيم. عندنا الاسيد سينسينج ميكانيزم اند بايكربونات سيكريشن. طبعا بشكل عام الان لما احنا مقتل الان لو دخل الاكل للددنم اول ما يدخل للددنم حيكون في مليان ايش ديودنم حيكون مليان من ايش مليان اسيديتي. فاول ما تحس مو قلنا احنا جوا الخلايا في اعصاب قلنا هي صح ما فيها بلد فيسلز بس هو اعصاب. فالاعصاب على طول هذه حتحس بالاسيديتي حقت الددنم وترسلها ترسل اشاره لاماكن مختلفه انه نحتاج مثلا للدماغ او للعضو انه نحتاج نخفض الاسيديتي. فديودين الاسيديتي كان ستيمولييت ايش بانكرياتيك سيكريشن مينلي ثرو ايش ريليز اوف هرمون لايك سي سي كي اند سيكريتينين. ليه السي سي كي والسيكريتينين وليه السيكريتينين انهبت الاسيد سيكريشن وبايكربونات فروم بنكرياس هذه كلها تلاقونها في الليكشر الليبيثيال سيلز فانكشن تمام. ليه تسوي هذا الشيء اوكي او في الليكشرات الثانيه بس بشكل عام تعرف زي البنكرياتيك سيكريشن بدوره حتمنع هذه اللي هو خصوصا السي سي كي والسيكريتينين حتقلل ال اتش سي ال وتزيد ايش ال اتش سي او 3. طيب الديودينال ميكوزا كان اولسو سيكريت بايكربونات اند ري ابزورب اتش زي ما حنشوف كمان في الليكشر هذاك اللي هو الليكشر الابيثيليال فانكشن. اتش سي او 3 از سيكريتد ان اكسشينج اوف سي ال ان سمول انتستين كولون. وهذه يعني هذا السلايد كله بشكل عام حتشوفون تفصيلها وشرحها بالتفصيل في الليكشر الابيثيليال فانكشن والليكشرات الثانيه. طيب الان السبب الابيثيليال ديفنسز اخر شيء الان اخترق كل الخلايا اخترق البريبيثيليال اخترق البيثيليال وصل السبب الابيثيليال. هنا حيكون عندنا اللي هو شيء يحس بالبين او هذه الاشياء زي السي فايبرز. هذه السي فايبرز حتحس باللي هو حتحس بالايرتنت. هذا لما تحس بالايرتنت او الاسيد حروح تفعل اللي هو السي جي ار بي. السي جي ار بي بدوره حيفعل النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ايش حيسوي؟ النيتريك اوكسايد حيقول للخليه افرزي اللي هو ميوكس زياده اتش سي او 3 زياده. حيروح نعرف انه يروح للبلد فيسل ويسوي لها ايش increase the size فحيصير البلد يزيد البلد. فلما يزيد البلد يزيد كمية ال HCO3 اللي تيجي. وفي نفس الوقت حيسوي وظيفتين ثانية اللي هو انه يزيد السوماتوستاتين. ونعرف انه السوماتوستاتين هو وظيفته inhibition of acid secretion. فشوف stimulation of blood flow inhibition of acid secretion release of somatostatin اللي يسوي inhibition لل acid secretion وinhibition of mortality. تمام. البلد فلو اصلا بشكل عام increase during gastric acid secretion. السي جي ار بي زي ما قلت لكم يحفز النيتريك اوكسايد فيزيد البلد فلو. الريبير ميكانيزم باختصار قلت لكم من الوظائف والاشياء اللي تصير دائما باي ابيثيليال سيل انه يصير لها ديسكوميزيشن وريجنريشن تمام. طيب كيف نبدل هذه الخليه؟ عن طريق ستيم سيلز. وين ستيم سيلز؟ في الازمس تمام. في الازمس هنا حنلاقي اللي هو ستيم سيلز تمام.
تمام؟ حلاق ستيم سيلز اللي يخرج من الخلايا كل كم تتجدد؟ كل 3 إلى 5 أيام. طيب الانستيتيوشن ايش هتكون؟ هتكون بشكل عام انه يا جماعة الخير عندكم قلت لكم هيكون عندكم خلايا، هذه الخلايا بشكل عام صار لها دمج في مكان ما، اوكي نفرض انه الدمج صار هنا تمام، فهذا الدمج اثر على هذه الخليتين، فايش اللي حيصير؟ حيصير يا جماعه الخير والعافية انه هذه الخليتين اللي هنا حيتغير حجمها، بدل ما تكون مثلا كذا حتصير زي كذا تمام اصغر، وهذه بدل ما كانت كذا حتصير زي كذا. فلاحظوا ايش سووا، غطوا على الجرح وغطوا على الانجلي تمام. ليه؟ طيب لما غطوا على الانجلي وصغر حجمهم ايش صار؟ فقدوا الفانكشن حقتهم، less of function صار، لكن عادي less of function بس ما افتح مكان انه ممكن يدخل منه الاسيد تمام. وتقعد زي كذا الين نسوي نجيب ستيم سيلز ونكبر الخلايا وترجع الخلايا زي ما كانت تمام. فبس هذه هي باختصار ايش اللي يصير. فلاحظوا انه قلت لكم يعني يقول لك السيوشن إذا السيلز surrounding the injury lost their columnar polarity taken flattened morphology. طبعا هذا تصير على طول minutes and hours بسرعة عشان أبغى نغطي مكان الجرح، بعدين أكيد بيصير proliferation وحيصير differentiation and maturation وترجع كل الخلايا للفنكشن حقتها. طبعا زي ما قلنا presence of epithelial surface on mucoid cap facilitated هذا، قلت لكم لما تموت الخلايا هتسوي زي اللي هو البقايا من الفايبرين والميوسين وهذه الأشياء، هذا الميوكين كاب تمام. وبس هنا بس بعض الدرجز تلاقونها بشكل أصلا مفصل أكثر في الإكسترال فارما، وفقط يعطيكم العافية.